أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون 他们互相询问什么 من نبأ العظيم 询问那重大的消息 الذي هم فيه مختلفون 就是他们所争论的消息 كلا سيعلمون 绝不然他们将来就知道了 ثم كلا سيعلمون 绝不然他们将来就知道了 أَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا 难道我们又是大地如摇篮 وَجِبَالَ أَوْتَادًا 是山峦如木桩吗 وَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا 我曾把你们造成配偶 وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا 我曾使你们从睡眠中得到休息 وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا 我曾以黑夜为帷幕 وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا 我以白昼共谋生 وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا 我曾在你们的上面建造了七层坚固的天 وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا 我创造了一盏明灯 وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا 我从寒水的涌里降下滂沱大雨 لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا 以便我接他而生出白骨和草木 وَنَّاتٍ أَلْفَافًا 以及茂密的园圃 إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتًا 判决之日却是指定的日期 يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا 在那日号角将被吹响你们就成群而来 وطحت السماء فكانت أبوابا 天将被开辟有许多门户 وسيرت الجبال فكانت سرابا 山峦将被移动而变成幻影 إن جهنم كانت مرصادا 火狱却是伺候着 لطاغين مآبا 它是悖逆者的归宿 لبثين فيها أحقابا 他们将在其中逗留长久的日期 لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا 他们在其中不能睡眠不得饮料 إلا حميما وغساقا 只饮沸水和浓汁 那是一个适当的报酬 إنهم كانوا لا يرجون حسابا 他们的确不怕清算 وَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا 他们否认我的迹象
كل شيء أحصيناه كتابا 我曾将万事记录在一本天经里فوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا 将对他们说你们尝试吧我只增加你们所受的刑罚 إن للمتقين مفازا 敬畏的人们必有一种收获حائق وأعنابا 许多园圃和葡萄وواعب أترابا 和两乳圆润年龄华衣的少女وأحسن دهاقا 和满杯的纯泉لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا 他们在那里听不到恶言和谎话جاء من ربك عطاء حسابا 那是从你的主发出的报酬充足的赏赐رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا 他是天地万物的主是至人的主他们不敢向他诉说 يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمونلا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا 在精神和众天神排班肃立之日他们不得说话唯至人主所特许而且能正直说话的人才敢发言 ذلك اليوم الحق فمن شاءاتخذ إلى ربه مآبا 那是必有的日子谁抑郁谁就择取一个向他的主的归宿 إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه我的确警告你们一种临近的刑罚在那日个人将要看见自己所做的工作不信道的人们将要说啊但愿我们原是尘土